جايين هنا ليه؟ انتوا عايزين تورثوني؟ بس انا برضه مش هموت. الف سلام عليك يا اخويا. الف سلام عليك يا اخوي. طاعات يعني قات. انا بخير. جوز بنتي يقتلني؟ دنيتها ايده يا اخويا قبل ما يمدها عليك، بس هو فين؟ ده هربان يا كبدي. من فضلك بلاش كلام، اتفضل. ايه دي؟ الدواء. دواء؟ لا انا مش عاوز دواء. انت عاوزه تموتيني؟ عاوزه تقتليني؟ يا بابا نعمه هي اللي طلعت الرصاصه من جسمك وقاعده جنبك من امبارح. اسكت انت. شايفين؟ حتى وهو بيموت مش كده؟ انا برضه سامحك، بس انا برضه مش هموت. بعد الشر عليك يا اخويا، الف بعد الشر. يا بابا نعمه هي اللي ربنا بعتها عشان تنقذ حياتك. بالشفا ان شاء الله. ازيك سعيد؟ اهلا. ازيك يا حسام؟ عاصم بيه عامل ايه؟ الحمد لله بخير. يعني ممكن ناخد منه كلمتين عشان المحضر؟ ما حدش هيطول مني قرش واحد. من فضلك بلاش كلام وانفعالات زياده. مساء الخير. مساء الخير. ممكن كلمتين منه دكتور عشان المحضر؟ يستحسن بلاش كلام دلوقتي. لا انا عايز اتكلم، انا عايز اقول على كل حاجه. العساكر سمعوك وانت بتقول ايهاب بعد ما انطخيت وفعلا طردوه لكن قدر يهرب. ايهاب صحيح هو اللي ضربك بالنار؟ ايوه، كان ماسك مسدس في ايده وطخني وهرب. يا مصيبتي يا راجل، انت الله في صحتك. عمتي انت شايفه سارق ونهب وقتل وكمان عايز يحرمني من ابني. الرحمه ما عادلهاش مكانها في قلبك يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سعيد اخويا. ازاي ابويا دلوقتي؟ بخير. لحد امتى؟ لحد امتى يا حموده؟ انا لازم اشوف ابويا. لا حسام جوه، قصدي البوليس بياخد اقواله. تعال تعال استخبى في اوضه المكتب. عندك يا حموده، اوعى ايدك. حسام عاوز تهربوا يا سعيد وانت راجل قانون؟ ده اخويا. ولو القانون ما بيفرقش. عاش من شافك يا حموده. نفسك تقبض عليا؟ ما انا قبضت عليك خلاص. اي محاوله للهروب هتدفع حياتك ثمنها. طيب ممكن اشوف ابويا؟ من غير اي حركه. اروح فين يا بيه؟ اتفضل. مساء الخير يا اختي. هما بيطلعوا امتى؟ ايه اللي نام زيد على نطاط الحيط؟ هي ايه الحكايه؟ امال فين نعمت؟ موجوده جوه يا ست روايح. اتفضلي. عن اذنك يا حسام. تفضل.
مسكين يا حمودة، يا ريت كان بإيدي. بتضحك ليه؟ لاني هشوف ابويا وبس، لكن مش حاجه معاك. انت مقبوض عليك يا حموده كده. وده من ايه بقى وبأمرت ايه؟ المسدس اللي في ايدك؟ ولو حموده، روح مع حسام من غير مقاومه بعد ما تشوف ابوك، وانا هدافع عنك. انت مش دايما تقول نفس اخويا دافع عني؟ لاني كل الشرف يا سعيد، لكن المصلحه تخلي حضره الضابط يسيبني. ده اذا كان بيهمه الامن وارواح الناس بصحيح. مصلحه ومصلحه ايه دي بقى؟ لو ما رجعتش قبل الفجر ما يشقشق هيقتلوا اخوك ايهاب. ايه ايه؟ طبعا انت عايزه يموت وتخلص منه لاجل ما تتحصل على اموالك اللي لهفها. اللي بتقوله ده يا حموده اللي انت سامعه انت وحضره الضابط؟ اجي معاك وتبقى انت اللي قتلت اخوك، ولا تسيبني اشوف ابويا واتوكل، ولا كانك شفتني ولا كانني كمان شفتك؟ هتشوف ابوك وتيجي معايا يا حمود انا والقوه، وهنقبض على ايهاب وكل المطاريد اللي زيك. حسام، من فضلك يا سعيد سيبني ادي واجبي، اقعد هنا. أنا الملازم حسام الورداني، من فضلك تبعت لي قوة على فيلا عاصم الطرشوب. أصل حمودة الطرشوب مشرف هنا بسرعة. اتفضل. فرحان اني شفتك، فرحان الرصاصه جت فيه عشان قدرت اشوفك. شويه الدموع بتوعك دول حسسوني بمعزتي في قلبك. اوعى تسيبني يا حمودي، اوعى تسيبني. خليك جنبي، كل دول عاوزين يموتوني. عايز تهرب؟ هتهرب تروح فين؟ وادخل الحمام زي خروج ولا؟ انت عايز مني ايه؟ عمرك. عمري؟ عايز تقتلني ليه؟ مش انا اللي عايز، الفجر هو اللي عايز يقتلك. انت بتقول ايه؟ شاي. اني مش عايز شاي. دي ما تشرب يا إيهاب، يمكن دول يكونوا آخر شوية شاي تشربهم في حياتك. اشرب ما تشرب. صب له كوباية تانية، يمكن يكون نفسه في الشاي وحرام يموت وهو نفسه في حاجة. هاني قلت مش عايز شاي، وإذا كنت عايز تموتني موتني وخلصني. بالك لو الفجر شقشق وحمودة مرجعش يبقى هتروح فيه؟ هتروح فيها يا سيهاب؟ أظن كفاية كده. يلا يا حمودة. حمودي ما تسيبنيش يا حمودي. حمودة ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يا حمودي. حمود 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 أرجوك ما تنفعلش. الصبح البس أسود على إيهاب يا عمتي. لو ما رجعتش قبل الفجر ما شقش هيقتلوه. يلا إيهاب. حسام ارحم ابني، ارحم اخوك. اخويا دلوقتي بس بتقول اخويا؟ اخوك، ابوس ايدك، ابوس رجلك. هاهاهاها
انك مش قد يا حضرة الضابط. هتندم يا حمودة، مش هتقدر تهرب. اني انفت في الحديد. حمودة ادي المسدس لحسام وروح معاه، ما تسوش جرائمك بجريمة تانية. اهرب يا حمودة، اهرب وخلي بالك من إيهاب. مش قبل ما اقتل حضرة الضابط. لك ليه بطل يطاردني؟ اتشعد على روحك يا حضرة الضابط. البوليس، البوليس يا حمودة. قلت لك مش هتقدر تهرب يا حمودة، طريق الجبل كله محاصر. هقتلك يعني هقتلك؟ لا كفاية دم. ابعد يا سعيد، الرصاصة تيجي فيك. مش هبعد يا حمودة. سيبه يا سعيد، سيبه يخلص عليه لكن ما يبطل يقول ان ابوه الورداني. بطل يا شاطر تقف قصادي. المرة دي يا اخويا حاش عنك، مرة تانية لو وقفت في سكتي همحيك بالوجود كله، انت فاهم؟ حمودة مش هيبعد بعيد ورايا. رب يرحمه، يا رب يرحمه. ولا ها وقت هو الواد إيهاب هرب، فتشوا الجبل كله اقتلوه. يلا الجري هو عجوبة وجيت على هنا. ليه عملت كده يا ابني ليه؟ هو ده الحل؟ مش قلت لك بلاش ده في سبعة ارباح؟ لما يدخلوك السجن او تموت دلوقتي اعمل انا ايه؟ كان لازم يموت، كان لازم يموت. خلينا فيك انت، هتفضل حربان كده لامتى؟ ليلة طويلة كانت عاملة زي الكابوس. كويس ان حضرتك ما بقتش هناك. ابات؟ ابات فين وابات عند مين؟ انا مش مصدق ان ده اخويا. خلاص ما عدتش طايق اشوف ولا حتى اسمع اسمه. ده راجل عديم الرحمة والانسانية، الراجل بين الحياة والموت ومع ذلك طماع. اخت عنايات اللي سرقها ونهابها عمالة تولو الجنب منه، ومع ذلك ما رحمهاش وثبت التهمة على ايهاب. ايوه بس ايهاب غلطان يا بابا. فعلا غلطان، وعمر القتل ما كان حل، لكن ترجع تقول الظلم وحش. طب احنا خدناها بحلم وببساطة وقلنا صحتنا بالدنيا والعوض على الله، انما ايهاب ما قدرش. ايوه بس مش بالطريقة دي. ازاي يفكر انه يلجأ للعمل الاجرامي ده؟ انا وانا في عز ازمتي عمري ما فكرت في حاجة زي كده، وقلت ده برضه عمي. انت ما عملتش كده لسببين. اولا انت ما كنتش تعرف انه سرقك. ثانيا انك متربي، ومدام البذرة صح يبقى كله صح. التربية والأسرة هما أساس كل حاجة. تعرف إيهاب ده متدلع ومقدرش المسؤولية. عاصم وإيهاب دول عاملين زي الحرامية، يتفقوا على الغرب وفي الآخر ياكلوا بعض، وطبعا عاصم يكسب. أيوة بس كان هيخسر حياته، وبعدين حسام ده مش غريب، ده أخو إيهاب. ده من وجهة نظر العاقلين. اسمع يا أحمد، ملناش دعوة بالمشاكل دي كلها، هما من سكة وإحنا من سكة. أيوه ملناش دعوة بالغابة دي كلها. الغيب ونقعد ناكل سوا تحت الجنازة. تيجي ايه يا بيت وتسيب العيال لوحديهم يا سعدية؟ ايه
بس عيالنا ولادنا تسيبهم لوحدهم في البيت؟ حمودة ازيك يا سعدي؟ خايفة مني؟ فاكرة يا سعدية؟ فاكرة؟ مش خايف حد يشوفك؟ لما شفتك راح الخوف من قلبي. ولادك؟ ايوه بجري واشقى عليهم زي ما انت شايف. الله يرحمك يا بنت ربي ويسامحك. ابويا ولا ابوك؟ خلاص يا سعدية ما عادش يجي مني، فين جوزك؟ مات. مات؟ زيدان مات؟ امتى؟ وازاي؟ امال اني بشقى لوحدي ليه؟ ما هو لاجل رب اليتامى دول. شايف الزمن عمل فينا ايه؟ وايه اللي بيفضل على حاله؟ روح لحالك يا حمود، أنا مش ناقصة. خايفة يا سعدية؟ أنا أم متربينة، سيبني ربي عيالي. أنت كمان خايفة مني زي الباقيين؟ كنت فاكر إن مقابلتك هتهول ليا اللي فات. هيفيد بإيه؟ اللي بينا سكة أقوى من اللي فات. محدش بيختار حياته يا حمود. لا أنت عشتها بكيفك، ولا أني كان ليا يد فيه. روح لحالك كأنك لا شفتني ولا شفتك. سعدية دلوقتي بس حسيت اني فاتني كتير قوي. اللي فات ما بيرجعش، والدنيا ما بترجعش بظهرها. ربنا يسعدك يا سعدية ويخلي لك ولادك. طب افتكريني يا سعدية، افتكريني دايما بالخير. احكي حكايتنا للناس، يمكن حد يصدقها. قولي لهم كان فيه واحد اسمه حمودة رايدني، باع الدنيا كلها عشاني. من بعدي حياته كلها كانت ظلام في ظلام، ويوم ما لقاني كان الزمن حاجة بضي الشمس عني. ضيع في لحظة. أنا يا فندم كنت بأدي واجبي. أنا مقدر ده كويس، وعارف مدى إخلاصك في القضاء على المجرمين والأشرار بتوع البلد، بس كان يجب تحتاط لنفسك. ما تنساش يا فندم إن أنا قابلت حمودة في وسط عملية كنت فيها لوحدي، ومش ممكن أشوفه من غير ما أقبض عليه وأخليه يسلم نفسه. عشان كده أنا طلبت من حضرتك قوة، قلت احتمال يكون رجالته مستنينه بره. وبعت لك القوه، لكن للاسف سرق سلاحك وهرب. انا اسف يا فندم، واوعدك انها مش هتتكرر. انا عايزك تاخد بالك كويس يا حسام، مش عايزك تخش في عمليه الا لما تكون قدها. انا هحفظ التحقيق في موضوع سرقه السلاح، بس ده ما يمنعش ان انا اوجه لك اللوم والحذر علشان تاخد بالك كويس. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يا بابا انت لسه تعبان، الجرح لسه ما ارتقمش، الحركه مش كويسه عشانك. انا كويس قوي، انا صحتي زي البومب. لكن دكتوره نعمه قالت بلاش حركه قبل اسبوع، وانت ما فاتش على الجرح يومين يا بابا. دكتوره مين يا اختي؟ الدكتوره نعمه يا بابا، ما عندكش فكره عملت ايه عشانك كنت عيان. اه
وانت لازم تقول كده. مين يعني هيشهد للعروس؟ على كل حال كتر خيرها. صباح الخير. صباح الخير يا نعم. ايه ده؟ الا اقولك من السرير. اتفضل ادخل جوه. ايه حيلك عليا شوية، مالك بتشخطي وبتنرفزي عليا قوي كده؟ لان ده شغلي وانا مسؤولة دلوقتي عن حياتك، والحركة فيها خطر على حياتك. اتفضل. زهقتي من رقتي؟ ايه حسيت اني محبوس؟ من يومين حسيت انك محبوس؟ امال اللي اتحبس 15 سنة ظلم يعمل ايه؟ ولزومه ايه بقى الكلام ده دلوقتي؟ اتفضلي. ايه ده؟ اجرتك. ايه نزودهم شويه؟ من فضلك حط فلوسك في جيبك. انا بشتغل في المستشفى، ما عنديش عياده خاصه، يعني ده واجبي اللي باخد عليه مرتبي. اتفضل حط فلوسك في جيبك، وكفايه التفكير المادي ده. اتفضل. ايه طيب سنديني. أنا هسمع أوامرك عشان أنت دكتورة، علشان أنقذت حياتي، وفوق كده وكده علشان أنت في بيتي. قلعيني العباية. إيه. الله يجازي اللي كان السبب. اغلي الإبرة يا سعاد. إبرة لا، إلا الإبرة لحد كده وكتر خيرك. قطر الدالة حمودة وصل. الحمد لله على السلامة. اوعى تكون قتلته ايهاب. لا حمودة هرب. المشكلة ان الجبل له منافس كتير. انا من رأيي يا فندم ننسف الجبل كله. لا 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 لا، انا مش عايز خسائر في الارواح. بعد اذنك يا فندم، انا عندي خطة للقبض على كل المطارين. وايه خطتك؟ أنا كنت قبضت على بعض النادرجية، وعرفت منهم إن في سراديب في الجبل بيقدروا يهربوا منها عند اللزوم، عشان كده فشلت كل الحملات اللي تمت قبل كده. طب والحل؟ نشوف السراديب دي بتنتهي فين، ونحاول نضع فيها بعض العراقيل أو نحرقها، بحيث إن هم ساعة الهجوم ما يقدروش يهربوا. ممكن تشرح بالتفصيل؟ مكانها. اعقل يا هاب. اقعد اقعد، انا مش عايز ولا حركه. عاوز تقتلني تاني يا هاب؟ مش لا. كفايه اللي انت عملته؟ لا، انا المره دي مش جاي عشان اقتلك، انا المره دي جاي عشان اخد حقي. ايوه بس اقعد. الرصاصه اللي فاتت طاشت، المره دي المسدس في دماغك ومش هتطيش. هات مفتاح الخزنه. هات. طيب طيب حسك عينك تعمل صوت.
قدامك اسبوع تاخد ام ابوجا بالتوكيل اللي معاك وتعمل لها مبيعه بكل هفته مني. هبيع يا هان؟ انت خليت فيا عقل. انا خلاص بقيت زي حموده، بس انا ظروفي احسن شويه لان لسه ما قتلتش. وساعه ما تعمل كده انا هطلع لك المحروسه بنتك واسلم نفسي. سلام سلام يا طرشوبي. الحقوني. ايه دي كل دي فلوس؟ الفلوس دي لازم ترجع لاصحابها الغلابه. دي فلوس يا حموده وانت عارف كده كويس. الفلوس دي بتاعتنا كلنا، احنا ياما عرضنا نفسنا للموت علشان عاصم بيه نطلع كده بلوشي. ده حقي، حق اللي جابني هنا وضيعني، وانت عارف الكلام ده يا حموده. داني لولا الملامه كنت خبيتهم في البيت، بس خفت لا يفتشوا البيت، وخفت على امي وخفت على نفسي كمان. كده خلاص يا ايهاب، فلوسك هتكون في الحفظ والصون. فلوسي يا عار، فلوسي يا هو. انا اتسرقت يا حضرة الظابط، اتسرقت، اخوك اللي سرقني. اهدى يا عاصم بيه، مش كده، قلت لك فلوسك هترجع لك. ابن اختي مش مكفيه اللي عمله فيي وكمان بيسرقني. قلت لك اطمن يا عاصم بيه، مفيش حرامي او قاتل يقدر يهرب من العدالة على طول. ربنا يمهل ولا يهمل. طلع الجبل يا كوماندر. يعني قلت ايه يا طلبة؟ اضرب في المليان. انت تؤمر يا كوماندر. لما البوليس المرشق في كل حته يشوف واحد من رجالتهم مقتول هيعرفوا ان طلوع الجبل معناه الموت. ده شو؟ بينا نشوف مين ده. وانت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا انا هستنى هنا كده. طب قوم فز قدامي، قوم اتحرك. أنا كويس يا حمود. جيت ليه يا سعيد؟ جيت عشانك يا سيدي. تعرض نفسك للموت عشاني؟ هي جت سليمة مع أول طلقة رصاص استموت فيها، وإلا ما كنتش هلاقي نفسي. وأنا اللي قلت لهم يضربوا في المليان. وهي جت على الفاضي، لكن كان ممكن تموت فيها وابقى دي السبب. حموده، معقول انت تبقى كده؟ بتسالني؟ بس انت دلوقتي مسؤول عن كل اللي بتعمله. كفايه يا حموده، الغلط بيجر غلط. انت جاي تتكلم بعد ايه؟ حموده، انت تشك لحظه في حبي ليك؟ طبعا لا.
يبقى اسمع كلامي، سلم نفسك. عايزني اتسجن يا سعيد؟ اقضي بقيت عمري في السجن؟ ما انت في سجن يا حموده، وخطواتك محسوبه عليك. على الاقل السجن اهون من الموت. البوليس هيهاجم الجبل. خايف عليا؟ انت اخويا. اخويا يا كلمه غاليه قوي، كلمه غاليه. السنين والايام نستنا معناها، زمان كان ليها طعم في قلوبنا وعلى لساننا، لكن دلوقتي ليها وحشه، وحشه مره. حموده انت طيب قوي، معقول دي تبقى اخره الطيبه؟ فاكر يا سعيد؟ فاكر ايام زمان، ايام ما كنا عيدان خضره بتجري وسط الزرع، يا ما كناش نعرف الخوف ابدا. احنا صغيرين عرفنا الحب، لكن يا خساره ما دوناش حلاوته واحنا كبار. حموده اللي فات سعيد انت طول عمرك اكبر مني واكرم مني، رغم ان انت الصغير. قسيت كتير وتعذبت كتير، لكن ما ضعتش زي. يعني انت معترف ان اللي انت فيه ده ضياع؟ يبقى يا حموده تنسى كل اللي فات، انسى كل اللي فات، وايدك في ايدي، نبدا من جديد. فات الوقت. عارف يا سعيد اني حسيت الندم امتى؟ لما شفت سعديه وشفت اولادها. يا كان ممكن يبقوا اولادي. قد ايه الدنيا دي صغيره ومع ذلك بتحصل فيها حاجات كتير قوي. اهي دلوقتي جوزها مات وابوها مات، وبرضه سكتنا مش واحده. هي حاجه وادي حاجه. صح صح سعيد، ما تقلبش عليا البواجع ارجوك. انتبه انت لمستقبلك. ادي خلاص خلاص انتهيت يا سعيد، انتهيت. ايديا اتعاصت بالدم. انا هدافع عنك. قضيه خسرانه يا حموده، حياتك في خطر. ما دول عمرها في خطر. خد بالك انت من نفسك. مع السلامة. سعيد سلم لي على سعاد. حاضر حاضر يا حمود. سعيد سلم لي على أمي. عفوة عمينك منضى معاه في الامان لحد تحت. من عين يا كمندا. اتفضل يا استاذ سعيد. اتفضل. خلاص انا خلصت منه. دلوقتي بقى هو متهم في تهمتين، الشروع في القتل وسرقه. ودي كل واحدة فيهم تودي في حديد، تودي في 60 دهي. وبكده بقى أكون أنا ضمنت الطلاق. بتضحك؟ أقول لك على سر، أنا كنت عارف إنه هيسرقني. كان عندي إحساس كده إذا هو ما عملهاش هيعملها أحمد، مدحت، عنايات، حمودي. لا. حمودي لا. عشان كده أنا سبته يسرقني. وضبت الفلوس 10 فوق وعشرة تحت، وبقيت الرز ما ورق ابيض. يعني كل اللي اخده مني ما يجيش 500 جنيه، وده بقى ما يجيش نقطه في بحر من اللي موجود عندي. هو صحيح خساره فيه، لكن معلش بكده انا قدرت اشتري حريتك.
لاجل ما تعرفي معزتك عندي. حريتي ليه؟ ليه؟ ليه ايه؟ انت عايز ايه من الدنيا يا بابا؟ يعني عايز اعيش، عايز ابقى سعيد واسعد اللي حوالي. واذا كان كل اللي حواليك بما فيهم اولادك تعسى بسببك، يبقى هم بقى اللي عاوزين ينكدوا على نفسيهم ومش مقدرين اللي انا بعمله علشان. انت بتضحك على مين بالظبط يا بابا؟ ايه تقصدي ايه بقى بالفلسفه الكدابه دي؟ انت بتجمع فلوس دي لمين؟ دي فلوسي، ابويا غلط وزعها على ما يستاهلوش، انا بقى خدتها منهم. وفلوس ايهاب؟ حقك، مش عايزاه. تبقي ما تعرفيش مصلحتك يا بابا. انت عايش باي منطق وفي اي زمن؟ انت عملت كتير، اقعد بينك وبين نفسك وفكر، حاسب نفسك، الحق روحك. حرام اللي بتعمله في نفسك وفينا. هتقول ايه ربنا يا بابا؟ هتقول ايه في فلوس عم مدحت اللي اخدتها، فلوس عمتي عنايات؟ هتقول ايه؟ الغفير اللي قتلته ظلم، عم حسنين اللي سجنته ظلم، هتقول ايه في ابنك حمودة اللي خليته يتحول لمجرم؟ هي دي السعادة اللي في نظرك يا بابا؟ سعاد يا بابا انا خايفة عليك، خايفة عليك. فوق لنفسك، احكم بالعدل في نفسك مرة. اللي بتحاربهم دول مين؟ ولادك واخواتك. ادي كل واحد منهم حقه بشرع ربنا بالعدل. سد الدين اللي عليك يا بابا قبل ما تقف بين ايدين الديان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. يا راجل فوق فوق، الدنيا اتشقلب حالها بره وانت قاعد هنا بتكلم نفسك. انت بتكلمني كده ازاي؟ ابوك ما كانش كده. ابويا مات وسابها للظالم، وهتفضل تتقلب من ظالم لظالم وانت ساكت والمكان ما بيتحركش. الزم حدودك. المكان بقى مليان صدى، العنكبوت بقى معشش في كل حتة. كان ممكن تلم فلوس من الناس وتدور المكان، لكن انت فضلت واقف مكانك. اسكت اسكت. مش هسكت، بقالنا زمن واحنا ساكتين. كفايه يا ابن الورداني. ما تقوليش يا ابن الورداني، انا اسمي حسام، حسام وبس. اسمي بس هو اللي هعتز بيه، مش هحتفظ بتاريخ مات واموت الحق معاه. اما ان يكون لك دور معانا، واما انك تفضل مكانك وتموت مكانك وتندفن مكانك وتبقى عشت في امبارح ومت جواه. صحته بقت كويسه قوي ومفيش داعي من وجوده في المستشفى، يترحل بكره الصبح. ايوه لكن بقول يترحل بكره الصبح. هرجع السجن تاني؟ لا لا
لا. بابا مش ممكن يا بابا، خليك معايا. ماما هياخدوا ورا مننا تاني. لا يا بابا لا. يا سعيد، اللي انت بتطلبه مني ده مش ممكن. دول في نظر القانون مجرمين. انا نفسي ما اضمنش حياتي ولا حياة اخوك ولا حتى حياة اخويا. لو هاجمت الجبل مش هيستسلموا بسهولة، وانا لازم انظف البلد منهم يا سعيد. حسام انا خايف عليهم. هو انت مش رحت لهم؟ وعرضت نفسي للموت لكن مفيش فايدة. يبقى مفيش غير الهجوم. حسام حاول حاول مرة تانية للسلم. لو حمودة والدبور استسلموا كله هيسلم. هحاول ازاي بس؟ هروح لهم بنفسي؟ دي اوامر يا سعيد، اوامر ولازم انفذها. ولازم يكون في حل غير الموت. حمودة ماله؟ الله ما انا عارف. طبعا الحال دي كده من يوم ما اخوه جالي، لا بيكلم حد ولا عايز حد يكلمه. ما تعرفش بيفكر في ايه؟ اطلع من نافوخي، انا مش فايق لك. يبقى مش هينفع في اللعبه الكبيره. لعبه ايه؟ فوق الحساب 1,000,000 جنيه. تحب نقسم على 3 ولا على 2؟ مش فاهم. عاصم الطرشوبي فاكر انه ضحك عليا، لكن لا، الشاطر هو اللي يضحك في الاخر. لا فسر كلامك، اعتبرني فهمي على قدي. فلوس عاصم الترسوبي ما خرجتش من اوضه نومه. نهجم عليه وناخدها وليها ونقسم بالموت. هي بس دي عمليه كبيره وعايزه رجاله كتير. اني وانت يا دبور مش شويه. أبو الكوماندا. كوماندا إيه بقى؟ سيب الكوماندا باللي هو فيه،